بعد الإصرار الكبير اللي جاء من طرف المقربين ولا الأصدقاء ولا الناس اللي عرفتهم داخل مدينة تطوان من خلال الممارسة ديال الممارسة الجمعية وفي الجمعوية في إطار كرة القدم، كان هناك إصرار كبير من طرف هاد الناس هادو باش أشرف أبرون يدخل للمجال السياسي. طبعا الآن لمست بأن مدينة تطوان هي محتاجة لطاقات شابة، محتاجة الناس اللي غتخدم المدينة من قلبها بإخلاص بتفاني، الناس اللي غتخدم تكون عندها قطيعة مع التيار التقليدي وتجيب أفكار جديدة وتجيب وسيرتو إدماج الشباب في تطوير المدينة. طبعا هذه الأمور هذه كانت حافز لي أنني نولج المجال السياسي، وكان ولله الحمد عبر بوابة حزب الاستقلال اللي ما جاش الاختيار ديالو اعتباطا، بل حزب الاستقلال هو واحد الحزب طبعا أول حزب في المغرب، حزب وطني، حزب المقاومين، حزب اللي عنده أسس ومتجدر في مدينة تطوان، حزب اللي فيه كفاءات كبيرة وكبيرة جدا، فيه طاقات، فيه ناس في القيادة مؤمنة بالعمل، يعني بواحد المقاربة تشاركية، عمل بال يعني عمل بتقريب جميع الجهات والقرب منها والاقتراب منها، يعني اعطاء مساحة للناس انهم يبرزوا انهم يخدموا. فهذه كلها من الامور اللي شجعت عبد الربي انه ينخرط في حزب الاستقلال. نتمنوا من الله باش تكون هذه واحد اللبنه الاولى في مسار ان شاء الله سياسي كبير اللي من خلاله يمكننا نقدموا خدمه جليله لا للمدينه ديالنا ولا للوطن ككل ان شاء الله، والله المستعان.